ضد تدخل تاع الاتحاد الاوروبي في شؤون الجزائر، وحنا نطلب ان شاء الله ربي ان شاء الله يدعم لنا رئيس والشعب كامل يتوحد، باسكو هذه ما تخدم حتى واحد، تخدم الوطن تاعنا، وحنا مع الجزائر ومع الشعب ومع الجيش تاعنا. اللي اجتمعنا من اجلها اليوم هي رساله وطن، رساله الى جميع الشعوب بان الجزائر دوله مستقله ذات سياده، لا تريد التدخل الأجنبي ولا في أي دولة من دول العالم، ولا تريد أي تدخل أجنبي في بلادنا. نحن في الاتحاد العام للعمال الجزائريين نؤمن بوحدة الوطن، نؤمن بجيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، نؤمن بالانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم 12 ديسمبر، ونطلب الجميع المشاركة فيها بإذن الله. احنا الرساله، احنا ندافع على الرساله، وهي الدفاع على الوطن والدفاع على الشعب الجزائري وعلى الدوله تاعنا، ونرفض اي تدخل في مشاكل ولا في امورنا الخاصه. نحن اليوم جينا لكي نعطي صوره على الجزائر للخارج. الاجنبيين ما عندهم ما دخل في شؤون تاع الجزائر، حنا المشكله تاعنا حنا نحلوها بيناتنا، ما تحقوش الاجنبي يدخل في وسطنا. وان شاء الله تسكي من بلادنا، والاعلام تاعنا ديما مرفوع ورصاننا ديما مرفوعين. لما الخطر ياتي من وراء البحار يصبح السكوت والحياد خيانه، لذا يجب ان نقف جميعا صفا واحد ضد المؤامرات التي تحاك في الخارج من طرف بعض عملاء للاسف بني جلدتنا والقوى الاجنبيه المحتله. تحيا الجزائر. نطلب ان شاء الله نهار الفوت الشعب كامل يخرج للصندوق يفوطي، ونطلب ان شاء الله الرئيس ينظر للشعب هذا كامل، ونطلب ان شاء الله يوقفوا مع ما يدخل حتى واحد اجنبي في بلادنا. نحن ولادينا ماتوا على جال البلاد هذه، وجدودنا ماتوا على جال البلاد هذه، ما نستحقوا حتى اجنبي يخشنا لهنا لبلادنا. جيت لهنا بغرض تنديد بشده على تدخل تاع الاتحاد الاوروبي اللي من وراه يحبوا يفتحوا جبهه لهذه الامور. ندد بقوه باسمي وباسم كل العمال الاحرار. جينا لهنا لهذا المسيره والوقفه ضد التدخل الاجنبي وضد البرلمان، صعاليك البرلمان الاوروبي اللي يدخلوا في الامور اللي ما تعنيهمش. يعني كل سبت نشوفوا مظاهرات ضخمه فرنسا، واعتقالات وحريق وتكسار وتعنيف للمتظاهرين. ما يدخلوش هذا الامر البرلمان الاوروبي ويدخلوا في امور لا تعنيهم ويحوسوا على الوحده تاعنا. يعني احنا جينا هنا على جال المسائل الانتخابي وتدعيم لمؤسسه الدوله الجزائريه وعلى راسها قياده الجيش الوطني الشعبي والمؤسسه العسكريه اللي راهي تقوم بدور كبير جدا. وان شاء الله نقول لخوتنا ان شاء الله كامل اليوم 12 ديسمبر نقولوا كلمه واحده ونردوا على هذا الاوروبيين وهذا اللي تربصوا ببلادنا ان شاء الله باختيار رئيسنا اللي يقودنا ان شاء الله في المراحل القادمه ان شاء الله.